المستورد الحصري لماركة ديفيسكا أفريكا موتورز اللي كتنتمي لمجموعة أطول تخذت كل التدابير الصحية والوقائية الضرورية لاستقبال الزبناء في أحسن الظروف، وهذا الشيء منذ بداية استئناف النشاط التجاري ديال المجموعة. حنا قررنا نبداو العمل في 20 مي، ولكن قبل ما نبداو ندخلوا كلنا قررنا باش ناخذوا اجراءات باش نستقبلوا الزبناء ديالنا والموظفين ديال اوتوهول في ظروف سلامه صحيه مزيانه، اللي هما التعقيم ديال السيارات قبل الدخول، تعقيم ديال الرجلين فاش كيدخلوا الناس لقلب لو شوروم، كناخذوا لا تمبيراتور الحراره ديالهم، اي من بعد فاش كيدخلوا شي واحد كي شي طوموبيل عاوتاني كنعاودوا التعقيم. الرائد في سوق سيارات الخدمه السريعه المستورد ديال ماركه ديفيسكا متواجد ايضا في قطاع سيارات اس يو في، ومع استئناف النشاط ديالو كيقترح مجموعه من العروض المهمه للزبناء. منين قررنا الرجوع للعمل جينا بعروض ومستجدات للزبناء ديالنا، جينا بعدد جديد، عدد من الموديلات الجداد اللي هما سي 31 وسي 35 اللي كيوفروا للزبناء ديالنا حمولات اكبر من السيارات اللي كانوا عندنا، واللي عندهم هادو كيتوفروا بمحرك ايسانس. والمستجد الكبير هو انه جينا لهم بعربه مازوت اللي هي لو سوبر كاب، واللي كتعطيك حموله ديال طن و300 كيلوغرام، اللي هي هذا مهم جدا بالنسبه لهم وكيتمكنوا باش يخدموا ويهزوا بزاف ديال السلع. من ما بين هاد المستجدات اللي كنا كنهضروا عليهم جينا لهم اوسي كذلك بواحد العرض ديال القرض، لانه الزبون اليوم يقدر يجي بمبلغ ديال اقل من 20000 درهم ويمشي يومين ولا ثلاث ايام من بعد بطوموبيلته. المستشهد الثالث اللي وفرنا للزبناء ديالنا هو انه اوتوهول وشركه افريقيا موتورز قررنا ننظموا واحد القرعه للزبناء ديالنا ابتداء من فاتح يونيو اللي كيمكن للزبناء ديالنا يربحوا واحد العدد كبير من الهدايا، ومنهم 10 ديال السيارات. ما بين هاد 10 ديال السيارات ثلاثه ديال السيارات رباعيه الدفع، ويمكن لهم كذلك يربحوا دي طابليت الكترونيك وكذلك قسيمه شراء اللي يمكن لهم يستعملوهم في الخدمه ما بعد البيع في جميع وكالات اوتوهول اللي هي موجوده في المغرب كامل. ديفيسكا موجوده في جميع المدن الكبرى ديال المغرب من طنجه حتى الداخله، مراكش، اكادير، فاس، مكناس، وجده، في جميع المناطق ديفيسكا موجوده، وموجوده حتى الخدمه ما بعد البيع. قطع الغيار موجوده بثمن مناسب جدا، كيمكن الناس باش يصينوا السيارات ديالهم بأرخص ثمن. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنسوش تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس للتوصل بكل جديد إذاعة MFM.